حكينا وخاطب الأفلام طائرهم بارك أطرابها والصيف يحتلوا. فين البطيخ؟ ايه؟ البطيخة. مين؟ البطيخة اللي انا جايبها معايا. فين؟ البطيخة شطيحة. شطيحة ايه؟ يا بنت البطيخة تقولي شطيحة، شطيحة ايه اللي بتقول عليه امك دي؟ ما بس بقى مش عارفة اذاكر. هطول النهار على كده زي محروس لما بتاعته بقى عامل زي الجريدة. وما تقول لك لومة. طيب قوم. ما تقوم انت تذاكر لك كلمتين ينفعوك بكرة في الامتحان. وانا على قول. قومي بينا يا مسعد. قوم. الله. وانت واخد امي تعمل بيها ايه؟ هتسمعلي. دي ما بتعرفش تقرا ولا تكتب. بتبصم. مسعدي نقول لي بترفع الفعل ولا المفعول؟ فين؟ فين؟ وتأخرنا باليوم بما دافعه وأخذوا يدقون البيوت دكا وتصدى لهم الأهالي بكل عزم وقوة وسقط العشرات من العساكر. سقطت العساكر. العساكر تسقط ونابليون يضرب والقنبلة والحمر وصرخ الحامل النابل. لا مرزوق. مرزوق انت ولا انت ولا السؤال الاول. السؤال الاول يا ولا ايه؟ عايز ايه؟ في ايه؟ لا ده انا كنت عايز منه المنقله. منقله؟ ده امتحان لغه عربيه. لغه عربيه. اه بص في ورقتك احسن لك. قول يا ولا. قول يا ولا هتسوح يا ولا. قول الاعراب بتاع الجمله. اعراب الجمله يا اخي. زكو بقى زكو. طب يا ابن الكلب. طب وحياه امك لو ما اديتني الاجابه ده طلع امك بكره وشعططكوا في الشوارع وتبقوا عبره لمن لا يعتبر. قول. طيب قول. قول يا مرزوق. ده انا كنت هوديك جنينه الحيوانات يا ولا. ماشي. السيرك. اتفرج على السيرك. قول يا ولا. قول عشان هوديك الفيلم الجديد. امراه فوق لها. امرأة فوق اللهب يا ولا. لا انا عايز عجلة. هجيب لك عجلة. هجيب. ماشي يا ولا. لا انت كل سنة بتقول لي هجيب لك عجلة وما بتجيبش حاجة. قول يا ولا هجيب لك عجلة يا ولا. خلاص اكتب. واخذوا يدكون البيوت دكا. مين؟ ايه اخذوا يدكون البيوت دكا. انت شعرفك انت يا ولا. شعرفني ايه؟ ما هي مكتوبة اهي. يدكون فعل مضارع. البيوت مفعول به. دكا مفعول مضارع. بالراحة يا ولا. بالراحة. انت بالع راديو. بالراحة شوية. لا ده انا كنت عايز منه علبة الالوان. الوان ايه؟ ده امتحان لغة عربية. ما هو كنت عايز علبة اللغة. علبة اللغة العربية. قول يا ولا. قول يا محروس. يا عريف محروس. في ايه يا حصول؟ تليفون علشانك. طيب خلي بالكم من العهدة وخلي بالكم من بطاطين. انا عديتهم بطانية بطانية وبرغوت برغوت. انا بقول لكم اهو. ايوه يابا. مين؟ الولد مرزوق نجح؟ طلع الاول على المحافظه؟ ما انا عارف طول عمره موس الواد ده. وانا عملت ايه يابا؟ طبعا مفيش نصيب. تلاقي الواد كان بيغششني غلط. مين؟ انا نجحت انا كمان؟ مش شاكك قوي يابا. يا اجدع دخخني في الدنيا. مع السلامه يابا. الف مبروك يا محروس. مبروك يا محروس. الف مبروك. ربنا يبارك فيكم كلكم.
وادي عباس. نعم. حاجه ساعه للاشلاء كله. حاضر. نفتح كم واحده؟ هي واحده بس، كل واحد ياخد بوق. الناجح يرفع ايده، حط ايده في ايده. مرزوق، ولا مرزوق انجالة، ولا مرزوق انجالة. مسعيدة، انت مسعيدة، انت بيت امال العيال راحوا فين؟ يا ابو الباشا الوزير، مذكور بيه طول عمره مشرفنا ورافع رايتني. الولا مذكور بيه الوزير ابني ده، لولاك تربيتي فيه وقسوتي عليه ما كانش بقى وزير ابدا. امال؟ يا سلام يا سلام يا ابو الحاج. ايوه زي ما بقول لك كده، ده كان مني علق ما قال حقي برقبتي يا اولاد. طيب داني مره شفته بيشرب سيجاره، كان لسه عيل فايش. ايوه كان عنده قد ايه يا ابو الحاج؟ يجي 40 سنه كده. اني شفته بيولع السيجاره وعينك ما تشوف الا النور. ها. بكف دي وبعزم ما فيه ورحت رزعه قلم على وشه. ما شاء الله، الله اكبر. حاكم الولا الوزير ابني ده بينشف مني، بيهر لما يشوفني. جبت لك العجلة يا ولا مرزوق. ابويا فين يا مسعيدة؟ ابويا فين؟ ابويا فين؟ يا بنت ابويا فين؟ الله يخرب بيتك. قاعد مع الحاج افتح علاج اهو. ازيك يا عم محروس؟ تعالى يا شاويش محروس، تعالى. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. سلم على الحاج وبارك له. خد لي ابتدائي هو راخر. ايه ابتدائي ايه؟ مذكور به ابن الحاج فتيحه بقى وزير، حب على ايده. الله اكبر، الف مبروك، الف مبروك. الا من حق يا حاج فتيحه. ايوه. الا البه الوزير ما خدمناش ورايح محروس شويه، ده بيتعب قوي، ما بينزلش اجازه غير 6 ايام كل شهر ونص. بس كده؟ اطلب لي الوزير في مصر يا ولا على التليفون. وزير ايه يا ابو معقول؟ لا معقول يعني الوزير هيكلف خاطره قوي ويتكلم عشان انا؟ بقول لك ايه، اسكت انت ما تنقش فيها. امال ده اللي له ظهره ما يتسندش عليه ينضرب على بطنه. اديني الوزير. تقولوا مين ده؟ ايه يا جدع انت؟ قول لابوك عاوزك يسيب اللي في ايده ويرد علي. الو. ايوه يابا. الواد محروس ابن عمك مطوع الدكاكني اللي كنت بتشتري من